طيب هنروح لكره اليد، شباب كره اليد مواليد 2000 بقياده الكابتن الكبير قوي واللي بحبه جدا جدا واللي كان نجم النادي الاهلي كابتن صابر حسين. فاز على فريق بترول اسيوط بنتيجه 24-14. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل، وكده فريقنا بيحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطه بفارق نقطتين يعني الزمالك وسبورتنج، بس في نقطه ان الاهلي ليه مباراه فاضلها مباراه متاجله. تمام، يعني هم لاعبين مباراه ازيد منا واحده، فاحنا لو كسبنا ان شاء الله نرجع لمكاننا الطبيعي. كاميرا برنامجنا الابطال كانت موجوده في ماتش بترول اسيوط امبارح وسجلنا التقييد ده، خلينا نشوفه ونرجع لحضراتكم تاني. النادي الاهلي طبعا لينا شكل معين، لينا اداء معين، لينا مستوى ولينا اسمنا طبعا، فما ينفعش ننزل على المستوى بتاعنا الطبيعي ايا كان بنلعب مين، وده برضه يعتبر نوع من الاحتضان للخصم يعني، يعني احنا ممكن النهارده بنلعب اخر الدوري فما ينفعش طبعا نستهتر بيه او نلعب بشكل وحش، احنا بنجهز نفسنا وبنجهز لعبتنا وبندي فرصه لاكبر كم من اللعيبه، خصوصا النهارده كان النهارده شارك حوالي 5 لعيبه من فرقه 2002 مع الفرقه شاركوا بشكل اساسي بشكل كبير يعني، فبنحاول ندعم. زي اللي كمان احنا الايام دي عندنا مشكله ايام الامتحانات في لعيبه مش موجوده وفي اصابات، فبنحاول نعوض ده من فريق الشباب، والحمد لله الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وكده زي ما قلت احنا ده بضوفه لنهايه الكاس ونهايه الدوري ان شاء الله. المباراه يعني كانت سهله شويه، مش ماتش يعني نهائي ولا حاجه كبيره، بس النادي الاهلي طبعا بيلعب بنفس الشخصيه في كل الماتشات، ما بيفرقش معاه يعني فرقه تقيله فرقه خفيفه عادي، فبس فعشان كابتن صابر وكابتن طارق محروس كان قبل المباراه بيتكلموا معانا في حته ان احنا لازم يعني تثبت شخصيتك في الماتش يعني، وتلعب بنفس الروح ونفس يعني نفس التكتيك اللي بنلعب بيه دايما كل ماتشات. الحمد لله الماتش النهارده ما كانش صعب ومع فرقه في اخر الدوري، بس تعليمات كابتن صابر كانت ان احنا نلعب جامد ونأدي ونلعب برجوله لاخر الماتش، مش عشان هم فرقه ضعيفه يعني نقسم مستوانا، لا احنا بنلعب باخر مستوانا، هدفنا تحقيق الدوري ويعني الاسكورات الكبيره دي بتوصل رساله للفرق الثانيه ان احنا جاهزين في اي وقت. الحمد لله النهارده كسبنا وفضل لنا يعني، احنا الماتش النهارده ممكن يكون مش قوي قوي يعني، بس كابتن صابر شغال معانا ان احنا النهارده بننفذ حاجات معينه للماتشات اللي جايه، هفضل لنا ماتش بكره مع فريق اسيوط الرياضي وفضل ماتشين كمان في الدوري، بعد كده نخش التصفيات على النهائي ان شاء الله، النهائيات 4 فرق، فاحنا اوقات بنشتغل ان احنا نعلي مستوانا واحده واحده، وفي نفس الوقت برضو كتمارين بنشتغل مع الدرجه الاولى ومع كابتن صابر ومع كابتن طارق برضو فوق في الدرجه الاولى، وربنا يسهل باذن الله. الحقيقه انت عايز تبقى بطل يبقى ما تبصش على اسم الفرقه اللي انت بتلعبها، كل الاحترام والتقدير لاي فرقه بتلعبها سواء في اول الترتيب الدوري او في الاخر، ولكن اللعيب او شخصيه البطل ما يبصش للترتيب. وخليني ارجع لحته كنت قلتها قبل التقرير، انه طبعا انتظار في قرار طبعا اتحاد كره اليد او اللجنه المؤقته دلوقتي لاداره كره اليد في مصر. خليني افكركم بموقف للنادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي هو على راس منظومه الالعاب الاخرى او النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لو تفتكروا كان في قناه النادي الاهلي هنا واحنا بنغطي دوري المرتبط كره السله، قال ان انا بطالب اتحاد السله بتاجيل الاهلي والاتحاد رجال عشان كان عنده اصابات، عندنا احنا اصابات يعني في النادي الاهلي، والاهلي وسبورتنج سيدات عشان سبورتنج عندها اصابات، وقال انا مش هبقى سعيد ابدا ان انا اكسب سبورتنج وهي ناقصه، انا عايز العب مباراه يبقى فيها الفريق الخصم كامل. اذا سياسات النادي الاهلي واحده ما بتتغيرش، وساعتها اتحاد السله رفض انه ياجل مباراتين ولعبنا طبعا كاملين في السيدات ولكن ناقصين في الرجال، ومع ذلك كسبنا. بس اللي عايز اقوله لحضراتكم انه موقف انا يعني تذكرته وحبيت افكركم بيه، ان احنا او النادي الاهلي او المسؤولين في النادي الاهلي مش بيبقوا سعداء موقفنا واحده في كل شيء، مفيش على حسب انت مصلحتك فين، وكنا بنطالب ان احنا بنلعب الدوري واحنا ما كناش اول في كره اليد لما حصل الاجتماع في الجمعيه العموميه او اجتماع زي اللي حصل في اتحاد الكره النهارده، حصل في كره اليد بعد استئناف النشاط في شهر 7 اللي فات 2020، قلنا ان احنا مع استئناف الدوري كره اليد واحنا كنا ترتيبنا الثاني، طب قلنا كنا النادي الوحيد من 19 نادي، وفي الجامعات العموميه الثانيه سله طايره يد اي حاجه قلنا نفس كوره، قلنا نفس الكلام، احنا مع عوده النشاط ومع سياسه الدوله بتحريك النشاط.